هو فيديو من على قناة فيديو 7 الخاصة بموقع اليوم السابع، لما نجحوا ان هم يلموا شامل عبد الرحمن، الولد اللي عايش في الشارع ومنقطع عن اخوه مصطفى بقاله اكتر من سنة ونص، مطرود من البيت علشان مرات ابوه ما حبتش تواجده معاهم. عبد الرحمن المعروف دلوقتي باسم الراقص مع الكلاب علشان حنيته وصداقته الشديدة بالكلاب. في هذه اللقطة يلتقي باخوه اللي هو مفتقد. خلاص طب ويعيط معلش.